صباح الخير مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم بهذه الجلسه الصباحيه معكم المحل التقني من شركه تكمل مباشره او من صفحه تكمل العربيه على فيسبوك جوزيف ظهريه. بهذه الجلسه رح نتكلم شوي صغير على معظم الازواج والعملات الرئيسيه، ولكن في البدايه خلينا طبعا نمر على الريسك ديسكليمر او نحذركم من المخاطر اللي ممكن تكون موجوده عنا على منصه التداول. لكن طبعا ممكن المخاطر او اذا بدكم ممكن التداول ما يكون مناسب لجميع المستثمرين، لازم تاخذوا قرار بالتداول قبل ما تفكروا طبعا، او تاخذوا قرار وتفكروا بالمخاطر قبل ما تبلشوا تتداولوا، فطبعا ممكن الخسائر تتجاوز الأسمار المستثمر. هاي الأمور كلها بنتكلم عليها ومنقولها، خاصة لما نكون إذا بدكم عم نتكلم على فولاتيلتي مرتفعة أو عم نتكلم على تقلبات مرتفعة بسوق المال. يعني على سبيل المثال إذا بنرجع ناخذ زوج اليورو دولار ومعظم الأزواج الرئيسية اللي كنا عم نتكلم عليها، كنا شفنا إذا بدكم بعض التحركات الضخمة. على سبيل المثال الدولار كاد، الدولار كاد كنا داخلين فيه مراكز شراء، هلا عنا 596 دولار بروفيت وأرباح. طبعا إذا بندخل على الدولار كاد بنلاحظ إنه بشرعة أمس إذا بدكم أو بجلسة أمس كنا شاهدنا باونس أو موجة اندفاعية بالاتجاه الصاعد لزوج الدولار كاد لاستهداف مستوى 133.46. هل يا ترى هذا الاتجاه الصاعد رح يكفي على المدى الوسط للطويل لنضلنا محافظين على مراكز الشراء تبعنا، ولا ممكن إذا بدنا نرجع نرتد بموجة تصحية؟ فعن هيك لازم نغلق مراكزنا. فهون التفكير بده يجي من وراء ومبني على التحاليل التقنية اللي بنقوم فيها بشكل يومي. هلا الانخفاض ما في شك انه طبعا كنا تكلمنا عليه اكثر من مره، وهذا الانخفاض يعني كان واضح انه هو عم بيمثل اذا بدكم انخفاض بشكل 5 موجات من هذه القمه اللي هي تم اذا بدكم ملامستها اكثر من مره على زوج الدولار كاد، وواجه صعوبه بالاختراق. طبعا هذه المستويات اللي هي مستوى 136.70، وابتدينا بالانخفاض. اوكي، ملامسه تقريبا مستويات 131.80، هذه التثبيت اللي هي انتهاء موجة الثالثة. الموجة الثالثة اللي هي طبعا تلقب بالموجة الاندفاعية والموجة الأسرع. هلأ جانا ابتدينا بدخول بموجة تصحية بنفق ميل على ارتفاع أو بأبورد شانل، ومن ثم لقبناها موجة الرابعة. خلينا نقول خلينا نكون الخط إذا بدكم أرفع أوضح، الموجة الرابعة وانتهينا الموجة الثالثة، وجانا إذا بدكم يعني ثبتنا الموجة الخامسة وانتهاء الموجة الخامسة بشكل 5 موجات انخفاض. ومن الواضح على طول انخفاض الموجة الخامسة على طول بتكون بهذا الشكل. هلأ هون بدل ما نلقبها 1 2 3 4 5 أو 1 2 3 4 5، لأنه عم نستعمل هذه الألقاب أو هذه الأرقام خلينا نقول بالنسبة للموجات الاندفاعية، لأنه عم نتكلم ضمن موجة رقم 5، ممكن نلقبها إذا بدكم I double I أوكي triple I 1 2 3 IV Wave 4 و Wave 5 اللي هي V. هيدا أحرف طبعا رومانية عم نتكلم، اللي هي I, Double I, Triple I, IV و V، اللي هي 5 موجات. هيدا بدله على تأكيد انخفاض الموجة الخامسة ب5 موجات. هلأ جانا ابتدينا نحن بالارتفاع، هيدا قلت لكم هيدا أول موجة تصحية اللي هي كانت Wave A. جانا خفضنا ب3 موجات مضادة اللي هي كانت تلقب بWave B، وبكل بساطة دخلنا بمراكز شراء. دخلنا مراكز شراء نحن باستهداف Wave C. Wave C هي الموجة الثالثة التصحية لهذا الانخفاض كله، من هذه القمة لهذا القاع. هذه الموجة التصحية ABC عم نتكلم على موجة تصحية لهذا الانخفاض كله. هلأ بكل بساطة نحن عنا 600 دولار أرباح بالدولار كاد، وما في شك انه امس كان عندنا ارباح اكثر، لانه وصل الدولار كاد الى مستويات الصفر او 1.3340، يعني 30 نقطة اعلى من المستويات الحالية، فتقريبا كان عندي بحدود 900 دولار ربح. هلا نحن بهمنا انه نعلي رصيدنا والكابيتال تبعنا، وما في شك انه لازم نحن ننتظر كنا لنقطة اذا بدكم تيك بروفيت ونقطة خروجنا اللي هو تحديد الربح. ولكن انا نصيحتي لكم للاشخاص اللي حابين يغلقوا هذا المركز واغلاق طبعا الدولار كاد على ارباح 600 دولار، طبعا بحق لهم يغلقوا كلوز اوردر على المستويات الحاليه. بيبقى عندنا اسعار الذهب. هلا نحن مدخلين سلمت اوردر على الدولار كاد، يعني اذا في حال ارتفع الدولار كاد وهذا الزوج وصولا الى انتهاء اذا بدكم ويف سي، طبعا عم نتكلم على مستوى 134.32، نتوقع نرجع نكفي اتجاه الهابط ونعزز مراكز البيع. هلا كيف ممكن حدد هذا المستوى؟ انا ليش حددت مستويات 134.40 لدخولي بمراكز بيع؟ ركزوا معي هذا الموضوع. فيبوناتشي اكسبانشن، فيبوناتشي اكسبانشن هي اذا بدكم هو المؤشر الوحيد اللي ممكن نقدر نستعمله لتحديد الموجة الاندفاعية
يلي هي بتكون الموجة الاندفاعية بخلال موجة تصحية. يعني إذا في حال أنا عارف إنه هذا الارتفاع هو مجرد موجة تصحية للدولار كاد، من المتوقع إنه إذا في حال بدي أعرف الهدف تبعي لازم أخذ فيبوناتشي إكسبانشن، وبكل بساطة بحدد مستوى 100% اللي هو المستوى المنتظر لدخولي بمراكز بيع. يعني لازم نرجع نوصل لهذه المسائل قبل ما نفكر بالبيع. فنحن بتلاحظ إنه دخلنا أمر معلق بالبيع قبل بكم نقطة تقريبا من مستوى 100%، لأنه لنأكد على أنه هذا المركز رح يفتتح إذا بتكون، ورح نبتدي بالاستثمار تقريبا عند هذه المستويات بالذات. تمام. أسعار الذهب رح مر عليها. أهلا وسهلا فيكم، صباح النور، صباح الخير، أهلا وسهلا بالجميع بهذه الجلسة. أسعار الذهب، خلينا نمر شوي صغيرة على أسعار الذهب. هلأ عندي position loss أيضا مع أسعار الذهب، ولكن عارض وقف خسارة على مستوى 1318. هل يا ترى ممكن نقدر نحافظ على هذا الوقف الخسارة، أو هل يا ترى رح يلمس وقف الخسارة أسعار الذهب؟ عندي إذا بدكم سيناريوهات مختلفة بعد ما قدرت أفهمها على أسعار الذهب. يعني كان من المتوقع عندي سيناريين كانوا واضحين، شبه واضحين، اللي هو أول موجة قد انتهت اللي هي موجة الصحية اللي هي ويف A انتهت على هذا القاع، اوكي. عندي ويف B او ويف 2 اللي هي ارتفعنا بشكل 3 موجات، ومن المفروض انه كان عندي بداية انخفاض ضخم جدا وموجة اندفاعية تالتة لزيارة استهداف مستوى 1280. تمام. طيب ما شفنا هذا السيناريو، شو السيناريو الاخر؟ السيناريو الاخر انه انتهينا باول موجة تصحية ويف A وليس اول موجة اندفاعية ويف 1. تاني موجة دخلنا فيها بمثلث اللي هي من المفروض كانت تكون A B C D و E. من المفروض كنا ننتهي قرب مستوى 1312 ويف اي ونبتدي بالانخفاض. هذا تاني سيناريو اللي هي ويف اي اول موجة تصحية، ويف بي تاني موجة تصحية، ونتوقع زيارة وانتهاء ويف سي. طب هلأ جارة بدينا بالارتفاع واخترقنا مستوى 1312 وعم نداول قرب مستوى 1315. هلأ يا ترى رح يكفي اتجاه الصعد، او بعد عندي سيناريو مختلف اخر للسيناريو السلبي؟ للأسف بعد نمسر على السيناريو السلبي. للسيناريو السلبي من آخر قمة لآخر قاع هلأ عم نتداول تقريبا كل مستويات 84.6% اللي هي طبعا ممكن نمتد فيها أكثر لزيارة مستويات 88.2%. هذه المستويات بالذات هي مستويات فيبوناتشي مهمة جدا، وعلى طول بناخذها بعين الاعتبار إذا في حال بدنا نفكر نحن بوقف خسارة، ولكن بنكون إذا بدكم مثل ما بقولوا متدينا فيه يعني لأقصى حد. مستوى 88.2% في فيبوناتشي هو أقصى حد أو هو أعلى رقم ممكن نحن نعطيه للسوق مجاله إذا في حال بعضنا منتظرين موجة هبوط. تمام. لكن هذا آخر أمل لأسعار الذهب. إذا في حال بده يتلامس اليوم مع مستوى 1316 ويبتدأ بالانخفاض بكون تمام، بعض السيناريو الهابط وارد عنا. إذا في حال أغلقنا فوق هذا المستوى لا أتوقع أنه ممكن يكفي بالهبوط لأسعار الذهب، أتوقع ممكن أقلها ونرجع نزور مستويات أعلى وحتى أعلى من آخر قمة تم تسجيل عندي اللي هي قمة 1326. وهذا هو الخطير اللي عم نتكلم عليه. إذا في حال نحن بعدنا مصرين على ارتفاع أسعار الذهب، طب ليش أسعار اليورو والسترليني ما عم بيرتفع مع سعر الذهب؟ تمام. يعني ليش اليورو دولار بعده محافظ على ادنى مستوياته؟ ليش استرليني دولار بعده محافظ على ادنى مستوياته؟ ليش عندي ضعف للعملات الرئيسيه مقابل الدولار الامريكي ولكن ارتفاع لاسعار الذهب؟ طب شو اللي بفسر هذا الموضوع؟ مش هيك بعدني مصر على انا السيناريو السلبي، حابب انه اخذ فيبوناتشي من اخر قمه لاخر قاع، اوكي، واعطي مجال شوي اكثر لاسعار الذهب فوق مستوى 76.4% اللي هي تقريبا مستويات 1320. فحابب انه ارفع وقف الخساره فوق مستوى 1320 لهذه المستويات، اوكي، كرمال اقدر اعطي مجال لاسعار الذهب انه يكون بعده داخل بموجه بي. ساعتها بكون عندي انخفاض ويف اي الضخمه اول موجه الصحيه، ويف اي بي هيدي سمول اي سمول بي، وهلأ نحن في ارتفاع ويف سي لزيارة إذا بتكون مستويات 1320-1322 بنكون هون انهينا بيج بي، ومن ثم انخفاض، أوكي، بخمس موجات اللي هي خلينا نقول على هذا الشكل 1-2-3-4-5 لانتهاء بيج سي. فهيدي المنطقة الأفقية اللي دخلنا فيها ممكن تكون عم تتلقب سمول اي بي سي، عملنا شيء يلقب بكمبلكس ويف أو بموجة معقدة خلينا نقول لا تلقب بويف بي. طيب
شو ممكن ندخل؟ ممكن ندخل شوي على أسعار النفط لنشوف النفط شو عم بيتحرك. بجلسة أمس كنت دخلت بحساب الشخصي بمراكز بيع على أسعار النفط، استفدت منه شوي ولكن رجع ارتد بشكل سريع. أوكي، بكل بساطة من وراء هذا الانخفاض من هذه القمة، من قمة 55 لقمة 51، من الواضح إنه هذه موجة تصحيح ABC. كنت توقعت أنا مع ارتفاع أسعار النفط لزيارة هذه المستويات، أوكي، وقبل ما يسجل إذا بدكم هذا السيناريو الهابط اللي هي بشكل V، تمام، اعتبره ما أنا موجودة، كنت توقعت إنه أسعار النفط انتهت قرب هذه المستويات، تمام، سجلنا رايزنج واج ورجعنا هون ارتفعنا بويف 1 2 3 4 5 انهينا اول موجه تصحيحيه بيج اي او دبليو خلينا نلقبها، وهون ارتفعنا ب 1 2 3 4 5 خمس موجات ارتفاع اللي تلقب بويف بويف اكس وليس دبليو، ويف اكس، ومن المتوقع انه يكون عندي ويف واي تمام تحت ويف دبليو. يعني لازم نخترق قاع ال 51 دولار ونرجع نستهدف لاسعار النفط مستويات تقريبا ال 48 وحتى 47 دولار، ولكن للاسف رجعنا ارتدينا باتجاه مفاجئ او بخلينا نقول سيناريو مفاجئ ورجعنا ارتفعنا وسجلنا قمه جديده. تمام، هلا اذا في حال السيناريو بيقول انه ابتدينا اول موجه تصحيحيه على هذه المستويات او ويف 1 ورجعنا عملنا موجه الريجولر ويف او موجه غير اعتياديه لويف 2، انا كنت متوقع انه يرجع يتلامس سعر النفط مع مستويات اقله ال 125% اللي هو تقريبا مستويات ال 55، وبهذه الحاله ممكن نرجع ندخل بمراكز بيع. هلا كانت افضل لو تلامس مع مستوى ال 125%، كان طمن لي بالي انا كمحلل تقني وخلينا نقول يعني محلل، طبعا بنتكلم على موجات اليوت وفيبوناتشي، عم بتكلم خاصه على موجات اليوت لان مستوى ال 125% هو المستوى اللي بينطروه محللي موجات اليوت لتكون اذا بدكم الموجه غير اعتياديه، ولكن ما تلمسنا معه. طب ما تلمسنا معها بس قربنا كتير عليها، يعني هو مستوى ال 55 دولار تلمسنا على مستوى ال 54 90، يعني 10 نقاط فقط. هلا اذا في حال ممكن نكتفي بهذه القمه اللي تم تسجيلها عندي على اسعار النفط، هذا الشيء باكد على انه ممكن اسعار النفط ترجع تبتدي بالانخفاض وتسجيل موجه اندفاعيه جديده لمستويات تحت مستوى ال 51 دولار، تمام؟ فهلا زياره مستوى ال 51 دولار عن جديد منتظره لاسعار النفط اذا في حال بدنا نفكر بمراكز بيع مع وقف خساره فوق مستوى ال 55. إذا بدي أخذ فيبوناتشي من آخر قمة لآخر قاع، تلمسنا بالضبط مع مستويات تقريباً الـ 84.6% اللي هي الـ 84% فيبوناتشي، اللي برجع بعد الكل هي كحد أقصى آخر مجال لأسعار، إذا بدكم للأسعار لملامس، يعني الحد الأقصى اللي كنا تكلمنا عليه، يعني سعر 88.2% والـ 84.6% هو آخر أمل لرسم بيان النفط ليرجع يبتدي بالاتجاه الهابط أو ساعتها أغلاق فوقه بيرجع بيعطيني اختراق لآخر قمة تم تسجيلها عندي. فهذه التحليل التقنية عم بتعيد نفسها، عم بتلاحظوا انه الفيلم عم يعيد نفسه، هذه الانماط والسيناريات موجودة بسوق الفوركس على طول، ولكن احنا لازم نكون عم نشوفها. المحلل التقني الناجح هو المحلل التقني اللي بيكون عنده خبرة بسوق المال اللي بيقدر يقشع او يشوف الانماط او الرسوم البيانية او الاشارات. طبعا كلنا عم نشوف نفس الرسم البياني، كلنا فينا ندخل في بوناتشي من اخر قمه لاخر قاع، كلنا فينا نستعمل اذا بدكم الار اس اي او ماشي القوى النسبيه، ولكن مش كلنا فينا نعد نفس الموجات، مش كلنا فينا نعدي الارقام في بوناتشي كرمال نشوف مستوى ال 84 ومستوى 88.2%، كل الاشخاص بيشتغلوا على في بوناتشي على مستويات ال 61.8%، ولكن انا بالنسبه لي وخبرتي لكم بقول انه مستويات في بوناتشي بطلت شغاله، لازم لها تعديل. عن هيك احنا بشركة تكمل ومحللي تكمل عم بيعدلوا في بوناتشي، عم بيعدلوا الار اس اي، عم نعدل موجات اليوت كرمال نجرب نكون عم نتلائم وعم نكون مع السوق بشكل اذا بدكم دائم وابديتد. غير اسعار النفط، المؤشرات الامريكية هل يا ترى ابتدت بموجة تصحيحية؟ ممكن ويف اي ويف بي ويف سي. اوكي، ممكن نكون بكل بساطة انتهينا من هذا النفق الميل على ارتفاع اللي هو سجل لي الموجة الأولى من ليكون السيناريو اللي عم فكر فيه، ليكون السيناريو اللي عم فكر فيه من وراء ثلاث موجات تصحية، من وراء ثلاث موجات تصحية تم تسجيلها عندي على رسم بين الأسبوعي لأسعار الداو جونز والمؤشرات الأمريكية، هون ويف
ثلاث موجات الصحية، ابتدينا بالموجة رقم واحد، ممكن يكون قد انتهت على هذه المستويات. أتوقع ثلاث موجات الصحية لزيارة مستوى 24300، يعني انخفاض 600 أو 700 نقطة للمؤشرات الأمريكية، ومن ثم الموجة رقم 3 و4 و5 لتسجيل وملامسة قمم جديدة. فبكل بساطة يعني ثلاث موجات الصحية متوقعة للأس بي 500. هلا مع انخفاض المؤشرات الأمريكية ممكن نشهد إذا بدكم قوة لأسعار الذهب، وبحكم العلاقة العكسية بين أسعار الذهب والمؤشرات الأمريكية. إذا بنرجع شوي صغيرة جيرمان داكس، أيضا شاهدنا خلينا نقول انخفاض ضخم جدا بجلسة أمس، وما في شك إنه ممكن هذه الموجة تكون الموجة الأولى اللي تم تسجيلها عندي. الموجة رقم واحد بهذا الشكل، بشكل leading diagonal 1 2 3 4 5. هلا نازلين ب A B C الموجة الثانية، ومن ثم موجة اندفاعية. فبكل بساطة هلا جيرمان داكس ممكن يرجع يزور مستويات تقريبا 10600 10700، هذا المؤشر الألماني اللي هو الأخطر، لأنه كل نقطة بتكون الفاليو تبعها أو قيمتها 25 يورو، تسعر باليورو اللي هي تقريبا almost 30 دولار. فأتوقع انخفاض هلا ويف سي لملامسة مستوى ال 61.8% 10700، ممكن نعمل اكستنشن للويف اكثر شوي صغيره لهذه المستويات، ومن ثم بداية موجة دفاعية جديدة باتجاه الصاعد. يعني ارتفاع المؤشرات الأمريكية وأيضا ارتفاع المؤشر الألماني بعد وارد جدا لتسجيل قمم جديدة ومستويات أعلى. أسعار النفط والجيرمان داكس بيقولوا إنه عندهم علاقة إيجابية، تمام؟ يعني إذا في حال بالفعل نحن عم نحدد سيناريو هابط للجيرمان داكس، يعني ما في شك إنه ممكن الانخفاض وارتفاع أسعار النفط لملامسة هذه المستويات تكون أيضاً أسعار مغرية جداً للبيع لتسجيل ويف جديدة باتجاه الهابط، وبهذه الحالة بنكون شهدنا انخفاض أي بي سي لتسجيل مستوى 50 قبل ما نرجع نفكر بالاتجاه الصاعد. هل يا ترى أخذنا شيء إشارة سلبية؟ عندي شمعة الهامر أو شمعة المطرقة، هذه إشارة سلبية، يعني إن شاء الله نرجع نرتد باتجاه الهابط لأسعار النفط. أنا بتشكر وجودكم ودعمكم لإلي بهذه الجلسة الصباحية، يعني بتشكر طبعا وجودكم، ان شاء الله تكونوا عم تستفيدوا بهذه الجلسات الصباحيه. خلينا ندخل على الاجنده الاقتصاديه ايكونومي كالندر، واليوم ب 15 فبراير هل يا ترى عندي بعض الاخبار المهمه، غير طبعا من المفروض انه يكون عندي اليوم الاف او ام سي ممبرز، ويكون عندي خلينا نقول كروت اويل انفنتوريز. خلينا نتاكد من هذا الموضوع. اوكي، اليو اس فورين باينج، اوكي كروت اويل سبيكيوليتيف نت بوزيشنز، يعني مراكز الشراء والبيع لاسعار النفط. اوكي، عندي المانيفاكتشرينج برودكشن، فورين سيكيورتيز الى اخره. عندي بعض الاخبار على الدولار الامريكي، ولكن انا ماني شايف انه هذا شيء كتير عظيم. الريتيل سيلز مهمه، ريتيل سيلز مهمه على الدولار الامريكي، ممكن نتوقع او الكور ريتيل سيلز ممكن نتوقع اليوم بعض التقلبات على الدولار الامريكي، وايضا على استرليني دولار. هل يا ترى ممكن على الساعه 2:30 او 3:30 بتوقيت السعوديه يكون عندي اخبار على استرليني دولار ايضا للريتيل سيلز، كمان نشوف او نشهد بعض التقلبات. ما تنسوا تزوروا طبعا يعني مدونة التكمل، بتلاحظوا انه عندنا بعض الاخبار والبيانات اللي عم نعملها ابلود، والاخبار الاقتصاديه طبعا بنتكلم فيها على التشنجات العالميه بين دول كبرى، وهذا الشيء طبعا ممكن يساعد ب اذا بدكم دعم لنا، يساعد خلينا نقول بعض التحاليل التقنيه، ويدعم التحاليل التقنيه بالسيناريوهات المفترضه على المدى الوسط للطويل. انا بتشكر دعمكم لي ووجودكم معي بهذه الجلسه، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منها. كان معكم المحلل التقني جزاف ظهريه من شركه تكمل، مباشره الى اللقاء.